بسم الله الرحمن الرحيم كنا في محاضره سابقه قد تحدثنا عن ان ضبط قاعده همزتي الوصل والقطع في أوائل الأفعال والمصادر تعتمد على معرفة عدد حروف الفعل الماضي لأن للفعل الثلاثي قاعدة للرباعي قاعدة للخماسي قاعدة للسداسي قاعدة وكنا قد انتهينا من الحديث عن الفعل الثلاثي وأجلنا الحديث عن مضارعه واليوم إن شاء الله تعالى سنتحدث عن الفعل الرباعي القاعدة في الفعل الرباعي تبدو اكثر انضباطا من الفعل الماضي لان كنا في الفعل الماضي قلنا ان القاعده في الماضي والمصدر واحده همزه قطع همزه قطع في حين ان الامر خالف في الماضي فكانت الهمزه فيه همزه آه وصل هذا اليوم سنعرف ان الفعل الرباعي حين تتاكد ان الفعل رباعي في حالته الماضيه فان الهمزه التي في اوله ستكون في الفعل الماضي همزه قطع وستكون في المصدر همزه قطع وستكون في الامر همزه قطع وسنؤجل الحديث عن المضارع كما فعلنا في الماضي لان قاعده المضارع في الافعال الثلاثية والرباعية والخماسية والسداسية واحدة كما سترون إن شاء الله تعالى نريد أن نرى بعض الأفعال الرباعية في حال الماضي لاحظ معي الفعل أنجز أنجز هذا فعل ماضي وعدد حروفه أربع إذن هو فعل ماضي رباعي وفي أوله همزة القاعدة تكتب الهمزة همزة قطع همزه قطع ومثله تماما اقنع ومثله تماما اسرع ومثله اجر لاحظ معي اجر مكون ايضا من اربعه احرف لان عندنا حرف الجيم الاولى حرفان الجيم الثانيه ثلاثه احرف والراء هو الحرف الرابع وألبس وغيرها كثيرة جدا يعني أغفل أمهل أوصل أنهى أكمل إلى آخره الماضي همزته همزة قطع المصدر همزته همزة قطع أيضا لأنك ستقول أنجز إنجازا الجديد فقط هو انك ستضع الهمزه هنا لانها مكسوره وهي همزه قطع كما ترون اقنع اقناعا اسرع اسراعا اجر ايجارا والبس الباسا واكمل اكمالا واحسن إحسانا وأغفل إغفالا وأمهل إمهالا وأبدى إبداء إلى آخره إذا القاعدة مضطردة الفعل الثلاء الرباعي الماضي همزته همزة قطع والمصدر همزته همزة قطع والأمر أيضا همزته همزة قطع ولاحظ معي أن الفعل الماضي أن جزى سيكون فعل الأمر منه أن جز لا فرق الا ان ما قبل الاخر هنا مكسور فنقله من حاله الماضي هذا الكسر نقله من حاله الماضي الى حاله الامر وحكم الهمزه واحد وهو همزه قطع انجز انجز انجازا اقنع سيصبح الامر منه اقنع واسرع سيصبح الامر منه اسرع وأجر سيصبح الأمر من أجر وألبس سيصبح الأمر من ألبس وهكذا حكم الهمزة واحد وهو أن همزة الفعل الرباعي كما ترون همزة قطع في حال الماضي وفي حال الامر وفي حال المصدر اما المضارع فسنتحدث عنه حديثا واحدا في نهايه هذه الدروس ان شاء الله تعالى اذا نحن تحدثنا الان عن حكم همزه الوصل في الفعل والقطع في الفعل الثلاثي وتحدثنا عنها في الفعل الرباعي اذكركم فقط ها تحدثنا عن الفعل الثلاثي فقلنا الفعل الثلاثي همزته في الماضي قطع وفي المصدر قطع ويخالف في الامر لان الهمزه همزه الامر من الثلاثي ستكون همزه وصل بغض النظر عن وجود الهمزه في الفعل الماضي او عدمها كما ترون والفعل الرباعي الماضي والامر والمصدر كلها همزه قطع وسنتحدث عن الفعل الخماسي والسداسي باذن الله تعالى في الدرس القادم فهناك نلتقي